خلونا نبدأ دلوقتي بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ده لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الغاية في الأهمية. صحيح، وكمان امبارح خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافق على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل ودراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية ده بدول حوض النيل. تعالوا نتابع في المزيد في التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة. أشار رئيس الوزراء إلى التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بيسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة سواء السعودية أو المصرية في المملكة، منوهاً إلى أن هناك عدة مجالات واعدة للتعاون بين البلدين زي توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تفعيل ما تم التوافق عليه بين البلدين بما يحقق الرغبة المشتركة في توسيع أطر التعاون وتحقيق مصلحة الدولتين. امبارح أيضاً وخلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي اهتمام خاص بتعزيز علاقتها مع دول القارة الإفريقية لا سيما دول حوض النيل باعتبارها عمق استراتيجي للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الإفريقية الشقيقة. أيضاً امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الشهر الماضي سجل رقم ممتاز وصل ل3 مليار دولار تحويلات للمصريين في الخارج، وقال مدبولي إن كافة المؤشرات بتؤكد أن الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن الفترة المقبلة، مؤكداً استمرار الإصلاحات الهيكلية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار جهود القوات المسلحة لتأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، نجحت القوات البحرية في التصدي لمحاولة تهريب كميات من نبات البانجو المخدر داخل جمهورية مصر العربية، ورصدت إحدى نقاط المراقبة الساحلية التابعة لقاعدة البحر الأحمر البحرية نشاط غير معتاد لبعض مراكب الصيد غير المصرح ليها بالقرب من ساحل شرم الشيخ. وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بدفع إحدى الوحدات البحرية لتفتيش مركب الصيد المشتبه به، وتمكنت الوحدة البحرية من ضبط عدد 345 لفافة من نبات البانجو المخدر على متن المركب، وتم نقل المضبوطات وتسليمها لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. امبارح أيضاً واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبني وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء الموافق 15 أكتوبر من كل عام، اطلعت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم زيارات ل3 مدارس للأطفال ذوي الإعاقة البصرية على هامش الاحتفال بتلك المناسبة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة مع إهدائهم هدايا عينية. وأيضاً تم تنظيم احتفالية لعدد 40 من طلبة مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية رفقة مشرفيهم، وده بمقر نادي المنيا لضباط الشرطة. وفي ضوء تلك المناسبة استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية زيارات لعدد من وفود ممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية المكفوفين المصرية والمركز النموذجي للمكفوفين، وده بمقر القطاع للمشاركة في الاحتفال بتلك المناسبة وفي إطار تدعيم جسور الثقة بين جهاز الشرطة والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتوفير سبل الإتاحة الممكنة ليهم.